مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق، أبدأها بالعناوين. وزارة المالية تعلن عن ترتيبات لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم. البرلمان العربي يدعو لاتفاق عادل حول سد النهضة وعدم الإضرار بدولتي المصب السودان ومصر. السعودية تعتزم زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن وكيل وزارة المالية مكي مرغني عن ترتيبات للدولة لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم، واصفا الدعم الحالي بأنه مشوه ولا يحقق عدالة، حيث يذهب المستحق وغير المستحق، لافتا إلى تحول الدعم إلى مالي يستهدف المستحقين ويتم تقديمه من خلال بطاقة بيولوجية خاصة بالمستحقين، وفي المستقبل سيتحول الدعم إلى دعم مالي مباشر. ووصف الوكيل موقف انسياب السلع الاستراتيجية بالمطمئن جدا، وأنه لا توجد مشكلة في الدقيق أو الوقود، وأن الدعم الخارجي مستمر، مشيرا إلى أن أولوياتهم توفير 7 سلع استراتيجية هي الوقود والقمح والأدوية والسكر والزيت والأرز والعدس. دعا البرلمان العربي إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وعدم الإضرار بدولتي المصب القاهرة والخرطوم وحصتهما في مياه النيل. وقال البرلمان العربي في بيان إنه بعث برسالتين مكتوبتين لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس النواب في أديس أبابا. وأوضح البرلمان العربي أنه أبلغ أبي أحمد بقرار كان اتخذه في جلسة عقدت بالقاهرة نهاية الشهر الماضي بالتضامن مع مصر والسودان وحماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل. أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله استقبل سفير المملكة لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، وتسلمت الوزيرة من السفير رسالة خطية من نظيرها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وأشار البيان إلى أن السعودية أكدت عزمها زيادة الدعم خاصة في المشاريع الصحية والتعليمية والخيرية. دعا اقتصاديون الحكومة الجديدة إلى استنهاض موارد البلاد عبر التقانات الحديثة خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة بها لتحقيق نسبة نمو تتجاوز 10% في حدها الأدنى. وقال هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي إن الحل الناجع للتحكم في سعر الصرف يكمن في وضع خطة وتدابير لاستقطاب أصحاب الموارد الحقيقيين سواء كانوا مصدرين أو منظمات طوعية للتعامل عبر القنوات الرسمية مع وجود سعر تأشيري ثابت، إضافة إلى حافز متحرك مع العرض والطلب. بحثت وزارة المالية مع بنك التنمية الإفريقي استراتيجية لمعالجة الدين الخارجي. جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية إبراهيم أحمد البدوي مع المدير التنفيذي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي كين بارلي الذي يزور الخرطوم. وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا من بينها تشغيل الشباب وتعزيز الخدمات الاجتماعية بما في ذلك المياه والصحة والتعليم وصحة المناطق الريفية المتأثرة بالنزاعات. اتفقت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان على إنفاذ مشروعات في مجال إنتاج وصناعة الألبان. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم وزير الثروة الحيوانية ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة المساعد القطري للبرنامج عمر إسحاق عمر. وأكد وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله أهمية تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني بالاستفادة من التقنيات الحديثة. وتعهد الوزير بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات مع الجهات ذات الصلة لإنفاذ مشروعات التنمية التي تمثل أولى الأهداف لحكومة الفترة الانتقالية. ومن جانبه أكد رئيس وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاونهم مع وزارة الثروة الحيوانية لتنفيذ مبادرة البرنامج الإنمائي في مجال صناعة وإنتاج الألبان بالسودان. سوف يقوم هذا التيم في زيارة إلى بعض الولايات في السودان، وبنهاية هذه الزيارة سوف يكتب تقرير تفصيلي وبرنامج تفصيلي لكيفية تنمية هذا القطاع بالتشاور وبالتفاكر مع الجهات المعنية.
ونتمنى لهذه المبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الثروة الحيوانية في الوصول إلى غاياتها وتنمية هذا القطاع لكي يستفيد منه المزارعين ويستفيد منه الرعاة ويستفيد منه السودان بصورة أشمل. دشنت هيئة الجمارك بالتعاون مع صندوق الإسكان والتعمير مشروع تمليك السكن لمنسوب الجمارك، وأوضح رئيس هيئة الجمارك بشير الطاهر أن المشروع في مرحلته الأولى يضم 550 وحدة سكنية في مواقع مختلفة للضباط وضباط الصف، وأن المشروع سيستمر تباعا. شهدت ولاية نهر النيل انفراجا كبيرا في أزمة الوقود بعد أن نجحت حكومة الولاية بإسناد الأمر إلى آلية أمنية وإدارية نافذة، وذلك بإحكام عملية حصص التوزيع عبر نظام بطاقات معتمدة من المحليات باشتراط تقنين المركبات وتقديرات استهلاكها، وهو ما أسهم في الحفاظ على عمليات الإمداد باستقرار وتوازن وعدالة بين كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية. حالة من الانفراج الملحوظ في المحروقات باتت تشهدها ولاية نهر النيل في أعقاب ما شهد لأزمة خانقة وبالغة التعقيد. والحمد لله نحصل بلد متوفر فيها الجهاز ومتوفر فيها البنزين، وبالنسبة للمواصلات برضو يعني الوضع هنا كويس جدا في الولاية. المواصلات يعني ما عندها أي مشكلة في أزمة الجازولين، يعني محددين محطات بتاعت وقود للتصاديق وللزراعية وللمواصلات وللعامة. الكثير من محطات الخدمات البترولية للوقود اختفت منها مظاهر التكدس والفوضى بعد أن أحكمت فيها عمليات الرقابة بنظام البطاقات المرتبطة بحصص التوزيع وفق ضوابط تقنين المركبات واستهلاكها. الفترة الهسعة كانت أحسن من زمان كثير، كنا بنعاني والله، نجي النباهات ونجي الصباح ونجي بالليل ونرقد ونهمل أطفالنا، والواحد بيجي كله عشان يكون جاهز للمواطن يعني. يعني الحمد لله والله الأزمات فكت، أمورنا وضحت الحمد لله، ما في حاجة ناقصة. لكن الولاية طبعا بتطالب بزيادة وقود زيادة. بالنسبة لنا نحن عندنا منطقة تعدين منطقة عبورية، يعني جاي من برصودان جاي نازل فوقنا إن شاء الله. وبانفراج أزمة الوقود تلاشت مضاربات السوق الأسود والأساليب الملتوية في التخزين والتهريب والاحتكار. حقيقة جشع، لأنهم بيشيلوا تخزين أسي، تخش لك أي بيت سابقا تلقى الحمام فيه بنزين، تلقى المخزن فيه جاز، تلقى الإنسان يجي عبي ويمشي يبيع، يخزن ما يبيع، بيع ما في، في تخزين. السوق الأسود عنده ناس وراه، لكن الحمد لله سعي في رأي تام أدار يخزن بعد كي يخزن، لأنه ما حلقة طريقة. وتؤكد حكومة ولاية نهر النيل التزامها الصارم بتطبيق النظام الذي ابتدرته في ضبط وتوزيع الوقود، قاطع بأنها حرصت على الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الاقتصادية والخدمية بعدالة وشفافية. عملنا آليات بتاعت إحكام سيطرة وضبط عالية جدا، هذه الأشياء لا تأتي بمحض صدفة، وإنما هنالك جهود مضنية وعمل شاق متواصل وتنسيق محكم مع كل جهات في إطار ضبط هذا الوقود الذي له أكثر من 4 أسعار: خدمي وزراعي وتعدين وصناعي. على الرغم من الضغط المستمر الواقع على ولاية نهر النيل جراء الطلب المتزايد في المحروقات لمقابلة احتياجات قطاعات التعدين والزراعة والصناعة والخدمات، إلا أن حكومة الولاية نجحت في أن يكون حجم الإمداد متوازن وبشكل مستقر. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. أكدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية فاو دعمها لولاية شمال كردفان في تقديم الدعم الفني في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. وقال رئيس وفد المنظمة بابا غانا عقب لقائه بوالي ولاية شمال كردفان المكلف الصادق الطيب، قال إن ولاية شمال كردفان تتمتع بأهمية كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي، وأنه من أولوياتهم في المنظمة معالجة التحديات المتعلقة بالتغيير المناخي وتأثيره، لافتا إلى اهتمامهم بشريحة الشباب من خلال إنشاء مراكز للتدريب وتوفير فرص عمل وتشجيعهم للعمل في القطاع الزراعي. نحن هنا في شمال كردفان لاستكشاف الفرص وطرق دعم الحكومة
ولقد أجرينا نقاشا مع مكتب الوالي وكيفية دعمهم فنيا لمعالجة التحديات في مجال الزراعة والأمن الغذائي وأمراض الحيوانات المنقولة. وولاية شمال كردفان من الولايات المهمة في قطاع الزراعة، فمن أولويات الفاو معالجة التحديات المتعلقة بالتغيير المناخي. شهدت الفترة الأخيرة انفراجا نسبيا لأزمة الوقود بولاية شمال كردفان بفضل تدابير اتخذتها السلطات المختصة للحد من تهريب الوقود والتعامل بالبطاقات لمركبات النقل وفرض رقابة محكمة على محطات التوزيع ومتابعة انسياب حصة الولاية من الوقود. ويرى سائقو مركبات وعاملون بالمحطات أن الوقود متوفر على مدار اليوم حاليا عكس ما كان عليه الحال في الماضي. بوادر إيجابية بدت على انسياب حركة المركبات العامة بمدينة الأبيض والطرق العابرة لها، فأزمة الوقود التي عانت منها البلاد أشهرا عديدة تسير نحو الانفراج سيما هنا في ولاية شمال كردفان. فسائقو المركبات رغم عدم علمهم بأسباب الأزمة إلا أنهم يرون أفضلية في الراهن قياسا على معاناة الماضي. والله بالنسبة للوقود يعني ديزل أو بنزين، نحن الحمد لله في المنطقة الصناعية وعندنا طلبة منرحلهم وبنمشي ونجي، والله الواحد شاكر الله وشاكر الوضع الآن، الوضع الآن فوق تحسن يعني، كلام نحن بنقوله من غير أي رياء ولا عندنا انتماء لأي جهة، انتماءنا ناس وطنيين. يعني الوطن ده نحن أي إنسان يجي يخدم الوطن بنشوفه زي الأم والأبو بالنسبة لنا نحن، والله وضع ده ربنا زادنا منه الآن في تحسن، عربية عربيتين يوم ما دار تكب بنزين بتكب طوالي. بعض الإجراءات التي تمت بالولاية للحد من تسرب الوقود للسوق الأسود أسهمت في توفره بالمحطات خاصة الجازولين. من خلال ملاحظتنا للوقود متوفر والله، يعني هسه أنا عندي 500 جالون مصدقة، لما جيت الطرمبة هسه ما لقيت أي عربية واقفة ولا أو إلا البرميلين ديل، فالوقود متوفر إن شاء الله ما في عوجة، ما زي زمان، زمان إحنا نجي نجيب في الطرمبة بنطلع بالليل، لكن هسه الوقود متوفر والحمد لله ما في حاجة. ونسبة لوقوع الولاية في وسط البلاد وباعتبارها محطة للتزود بالوقود تحتاج إلى زيادة حصتها لمقابلة الحوجة المتزايدة للوقود خاصة بعد عودة الحركة بطريق الصادرات بارا أم درمان. نحن بيجينا 10,000 مع أزمة الوقود بتتم معانا 4-5 يوم، لو اشتغلت تصاديق بتتم معانا الأسبوع، ولو شغالين عربات سفرية بتمشي خرطوم الفاشر دي بتقعد معانا 5 أيام عشان البصات بتشيل كمية كبيرة ذهاب وإياب من الولاية هنا. في كويس لقيت صفوف تقيلة إلا عندي بقى غورة كبيت حتى قدرت نواصل، لكن ما شاء الله الولاية دي أسي بنزينها كويس والله متوفر شديد. أسي أنا دي العربية الثالثة جيت خشيت طوالي كبيت. الولاية تكونت آلية تطلع بمهمة مراقبة المحطات وتحريك الوارد للولاية من الوقود على أن يتم التعامل بالبطاقات للسيارات الملاك والتصاديق الرسمية لبقية المركبات. كل المحطات هي تعمل بصورة جيدة الحمد لله، وعندنا بالنسبة للجازولين عندنا التنظيم أو التخصيص بالنسبة للمحطات، يعني في اليوم عندنا يوميا بتعمل جميع المحطات من البصات السفرية، المواصلات الداخلية، من الملاكي، وكل العربات تعمل عندها في المحطات بصورة جيدة والحمد لله وتصلنا كميات كويسة. لحد ما شهدت أزمة الوقود انفراجا أدى لتقليل ازدحام السيارات أمام محطات الوقود وسهولة الحركة، لكن الخوف من تجدد الأزمة ما زال يسيطر على الكثيرين ما لم تتخذ السلطات المختصة إجراءات تضمن حل الأزمة جذريا. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، شمال كردفان، الأبيض. تتابعنا في هذه النشرة أيضا ارتفاع أسعار النفط بفعل التفاؤل حيال محادثات التجارة واجتماع أوبك. أهلا بكم مشاهدين من جديد وإلى جولة في أسواق المال والأعمال. ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسب الأسبوع السابق، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من الأدلة على اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى اجتماع مرتقب لمجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك، متجاهلين المخاوف حيال زيادة مضطردة في إمدادات النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا مما يعادل 2%
2.2% إلى 43.41 دولار للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا، أي 0.4% إلى 57.93 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 8% الأسبوع الماضي. قفز اليورو اليوم إلى أعلى مستوى له في 11 يوما مقابل الدولار الأمريكي، على خلفية توقعات بأن واشنطن وبكين بإمكانهما التوقيع وقريبا على اتفاق ينهي حربا تجارية دفعت النمو الاقتصادي العالمي للتباطؤ. وفي أحدث التعاملات كان اليورو مرتفعا 0.1% إلى 1.1، وهو أعلى مستوياته منذ 7 نوفمبر، وكان المؤشر الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية منخفضا 0.1% عند 97.9. تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة الأمريكية الصينية إثر تقرير عن محادثات بناءة مطلع الأسبوع، في حين حد انخفاض الدولار من خسائر المعدن. وكان السعر الفوري للذهب منخفضا حوالي 0.1% إلى 1466 دولار للأوقية الواحدة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% أيضا إلى 1466 دولار و40 سنتا. ختام هذه النشرة أذكركم بالعناوين. وزارة المالية تعلن عن ترتيبات لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم. البرلمان العربي يدعو لاتفاق عادل حول سد النهضة وعدم الإضرار بدولتي المصب السودان ومصر. السعودية تعتزم زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان. انتهت هذه النشرة، قدمت لكم مشاهدين من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.